الساعة 7 الصبح. وين نحن؟ حدا بيعرف وين نحن؟ ومطر. وائل جابنا لهون. راح نلعب كونتر سترايك بس لايف. يعني مو مثل ما بتشوفوها بالكرتون، لا. لايف. فجينا على هذا المحل لحتى نلعب هلا، راح نشوفها. فجهزوا حالكم يا جماعة. جاهزين يا شباب؟ الكل راح يحط أقنعة من هذوليك، الأقنعة عشان يحموا وجهك. إلا أنا أحزره شو جبت؟ عشان نساوي الجبهة عربية. واللي بيعرف الكاونتر بيعرف شو يعني. أيوة بيعرف شو يعني. راح نساوي الجبهة عربية. هلا نشوف شو راح تصير. هلا صارت الجبهة يا ولد. نحن بمعسكر، والله مبين معسكر. طلعوا ما عندنا طحشينا على الجيش السويدي هلا باذن الله. تحرير ستوكهولم. لواء لواء ضيعه. Mean and green. Yeah. Thank you. Welcome. انا من الفريق الاخضر. نحن 8 فريق هلا سوريين ضد سويدية. فجمعنا بعض هون جنب جاي. عم جهز الاسلحة والذخيرة. هاي قنابل الملتوف. يا وهي الأسلحة وكله جاهز ومعنويات الشباب 100 100 وبننطحش هالمعركة. قائد الفريق راح ننطحش اليوم. هذوليك هم والله لعنة الله عليهم سوف ننطحش اليوم. وهذا عم صورنا فوتو على راسي. بس حاطينا بالزاوية لأنه في هو صعب صعب. يعني احنا كل كونتر ما كونتر رايح. شوهات شوهات انا من هون. شوهات. انا بطلنا 3 لقطات على الجاهز مش كامل. اخذنا بريك. بس الحرب بعمرها ما راح نخسرها. الشباب جهزوا حالهم من اول لجديد. اذا اول مرة سامحناه والمرة الثانية ما راح نسامحونه. المرة الثانية القنابل يا شباب. إما الشهادة أو النصر. بس ما عندنا شيء أكثر من هيك. ورح ننتصر ونحاربنا بإذن الله. إيه بس خردقونا ما بعرف ليش. شوف شوف الأمزة. جو جو جو. جو جو جو. Take me to a state of mind that's made up, baby, that's made up. Yeah.
ربحنا وفتنا هذول هنن فتنا هذول والله حيو يا رجال حلو واه خلصت الحرب وانتصرنا نحن اكيد ما بعد كل لعبه لازم ننتصر اذا ما انتصرنا راح نخسر واذا خسرنا معناته ما انتصرنا اذا انتصرنا يعني انتصرنا لهيك نحن انتصرنا بس انا ما كملت اللعبه الصراحه طلعت تركت الشباب يكملوا وانا طلعت بس طلعنا ربحانين لما طلعت انا فكثير انبسطنا كثير اجواء حلوه الكل واو وياي ومغبشه الكاميرا ولانه برد كثير فصاير عليها ضباب شوي فكثير انبسطت بتمنى يكونوا استمتعتوا بهالفلوج وعشتوا الاجواء هي معنا فالمطلوب منكم لكل شيء حلو مو مشترك بالقناه بتمنى انك تشترك بالقناه وما تنسى تحط لايك على الفيديو وتحط كومنتك على الفيديو هذا وفي فقرة اسألني ليش هيك الكاميرا؟ وفي فقرة اسألني إذا حابين تسألوا محمود أي سؤال فاكتبوا بالكومنت بالتعليقات بحبكم كثير رح أقرأ الكومنتات ورح أشوفكم لا تنسى تحط لايك للفيديو تشترك بالقناة وتروح على الانستغرام فورا لأنه الستوري فيه ولعان شغلات كل يوم في عندي فلوج بشكل ساعوي يعني كل ساعة رح بنزل شغلات بعملها على الانستغرام ستوري فبأول رابط بتلاقوا كل شيء الانستغرام بتلاقوا المعلومات كلها والقصص كلها فلا تنسوا تحطوا لايك للفيديو وتحطوا كومنت وتشتركوا بالقناة ولاف يو اول